للمزيد إذن مشاهدينا الكرام بشأن هجمات الميليشيات الموالية لإيران على المصالح الأجنبية داخل العراق وعن دفاع خارجية السودان على عن جرائم تلك الميليشيات، نرحب بضيفنا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي دكتور فاروق فتيان الراوي. حياكم الله، مرحبا بكم دكتور فاروق. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم دكتور. بعد بيان خارجية السودان الذي دافع عن الميليشيات ضد مصالح البلاد الأجنبية، يعني ناشطون قالوا وعبروا عن ذلك بأن السوداني ووزارة خارجيته كمن يغطي الشمس بغربال، وذلك بشأن الدفاع عن هذه الجرائم للميليشيات ضد المصالح الأجنبية في العراق. دكتور فاروق، ما رأيكم بدور الخارجية العراقية عموما في الدفاع عن هذه الفعل الميليشيات؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، لو نرجع إلى الوراء، كيف أنشئت هذه الميليشيات؟ ومن جاء بهذه الميليشيات؟ ولمصلحة من عملت هذه الميليشيات؟ الميليشيات منذ اليوم الأول لتأسيسها كان هدفها الأساسي هو إعلان ولائها إلى إيران، وكانت تتلقى الدعم الأمريكي، وكانت تقوم بعمليات إجرامية لاغتيال العلماء وقادة الجيش والطيارين، وهذا قبل أن يشكل الحشد الشعبي. الحشد الشعبي الجميع يعرف أنه هو امتداد للميليشيات، وهو جاء بقرار من السيستاني لمحاربة ما يسمى بتلك الفترة بوجه إرهاب داعش. ولذلك أنا باعتقادي لا يوجد فرق ما بين الحشد الشعبي وما بين الميليشيات، لأن الجميع ولاها إلى إيران، ليس للقائد العام للقوات المسلحة. والدليل على ذلك أنه في عهد العبادي حصل تصادم ما بين القوات المسلحة وما بين هذه الميليشيات، وكانت هذه الميليشيات تقوم باستعراضات عسكرية داخل بغداد، وكلنا يتذكر في شارع محمد القاسم وفي منطقة بغداد الجديدة، وكذلك في عهد مصطفى الكاظم اللي كان هو رئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة، هوجم أكثر من مرة وأحرق دار السكن الخاص به. فكيف يتم تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة والخضوع إلى القيادة العامة للقوات المسلحة في حين يهاجم دار القائد العام من قبل نفس هذه الميليشيات؟ ولذلك باعتقادي وزارة الخارجية كان بيانها بائس وضعيف ولا يمت للحقيقة بشيء. بشأن هذه الأعمال دكتور فاروق، يعني الملاحظ أنه الميليشيات في أثناء هذه الأفعال ضد تلك المطاعم ذات العلامات التجارية الغربية كانت تنشر مباشرة وتوثق بالصور وتستعرض هذه القوى بأفرادها يعني عبر منصات التواصل الاجتماعي. هل هو تواطؤ حكومي دكتور فاروق أو غض الطرف، أم أن الحكومة لا تستطيع السيطرة على هذه الميليشيات؟ أولا أنا لا أريد أن أدافع عن تلك المطاعم ولا تلك، لأنه من يمتلكها هم أصحاب النفوذ، وهو صراع على المصالح قبل أن يكون صراع من أجل المواطن أو من أجل مصلحة المواطن، لأن هذه كنا نعلم أن من يسيطر على الكثير من المؤسسات التجارية في البلد، سواء كانت الاستيراد أو التصدير أو المطاعم، أو هي مدعومة من قبل أحزاب ومن قبل مكونات سياسية ومن قبل الميليشيات نفسها، تأخذ الأتاوة من هذا المطعم ومن ذاك المطعم ومن هذا المركز التجاري أو المول ما يسمى. لذلك باعتقادي أن هذه هي عملية استعراضية أكثر من ما هي ضرب المصالح الأمريكية، وإلا ضرب المصالح الأمريكية القواعد الأمريكية موجودة والسفارة الأمريكية موجودة، قد ما أرغب بضرب المصالح الأمريكية لا أضرب مطعم يرتاده مواطنون عراقيون أو أضرب في شارع موجود الكثير من المواطنين اللي
ليس لهم علاقة في هذه المطاعم أو لا يرتادوها، ولذلك كثير من الذين تضرروا نتيجة هذه الأعمال الأسمية أعمال إرهابية وأعمال خارجة عن القانون، هي هم أبرياء من المواطنين الأبرياء، ليس لم تتضرر المصالح الأمريكية ولا الشركات الأمريكية بضرب مثل هذه المطاعم أو المراكز التجارية. نعم، يعني عموما الإدارة الأمريكية أعلنت أنها ستدرس وتحقق في هذه الأفعال، ولكن دكتور فاروق كما تعلمون هذه الميليشيات أسلحتها أمريكية، تدربت على أيدي خبراء أمريكيين، دعمتهم قوات التحالف على رأس أمريكية أمريكا في أثناء الحرب على داعش، يعني لماذا برأيكم لا تفرض واشنطن إذا كانت جادة فعلا عقوبات رادعة لهذه الميليشيات؟ أنا باعتقادي واشنطن لمصلحتها بقاء مثل هذه الميليشيات لعدم استقرار العراق، وهذه الميليشيات سبق أن أعلنت أكثر من مرة ولاءها إلى إيران قبل أن تعلن ولاءها وأوامرها، وكنا نعلم أنه عندما كان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كان هم الذين يصدرون الأوامر إلى هذه الميليشيات، وهذه الميليشيات تخضع لأوامر قاسم سليماني قبل أن تخضع إلى الزعيم حتى الشيعي أو الزعيم الكتلة الشيعية سواء كانت في البرلمان أو في الدولة، أو ولائها كان محسوم إلى إيران وكانت تنفذ أوامر قاسم سليماني، ولذلك نرى أن المسؤول الإيراني عندما يأتي إلى العراق يلتقي بقادة الميليشيات بعيدا عن وجود أي لا وزير دفاع ولا وزير داخلية ولا رئيس أركان الجيش، وإنما يلتقي قادة الميليشيات من خلال ولائهم لإيران أولا ومن ثم إلى العراق ثانيا. بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرت، نعم هو التسليح أمريكي والأموال لا زالت باعترافات كثير من الوثائق التي كشفت كانت تتلقى هذه الميليشيات مساعدات ليست عسكرية فقط ولا التدريب العسكري، وإنما مساعدات مالية، والولايات المتحدة الأمريكية لو تريد تحارب هذه الميليشيات لمنعت الحكومة العراقية من تخصيص ما يقارب الأكثر من 3 مليار دولار سنويا لدعم هذه الميليشيات. نعم، إذن عبر سكاب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي دكتور فاروق فتيان الراوي، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لك، شكرا، أهلا وسهلا.